تاني الحرية، ما بقاش في حرية ولا في حد يقدر يقول رأيه. خلاص بجد انتهى الموضوع ده. احنا حالنا هو بقت مقرفة، الحالة غالية وبقت مأساة، وعشان حد يشتكي اللي يشتكي ولا يقول حرية ولا يقول رأي، رأي فيه صالح للبلد يقول لك ده إخواني، ده بالتطرف، ده إرهابي، فما بقاش حد بيسمع لحد. هو كلامهم هو اللي ماشي صح غلط. احنا الناس اللي زي حالاتنا ما بقاش لهم أي رأي ولا أي كلمة حتى وإن كانوا تعبانين. لا طبعا، لا الحرية أنا شايفها في عهد اللي انتوا بتقولوا عليه معزول محمد مرسي. بصراحة ده اللي انا شايف، ايامها كان في حريه وفي ديمقراطيه بجد، وكان كل واحد بيقول رايه بصراحه. طب يقدر يقول لي في كم معتقل في السجون؟ يقدر هو يرد عليا ويقول لي كم معتقل في السجن بتاع؟ لا في معتقلات وفي شباب ياما في المعتقلات، وطبعا ده واضح للكل يعني. وطبعا ان هو يقول ان ما فيش، لا كل البلد عارفه ان هي فيه. لا ما فيش حريه في مصر. لا ما فيش حريه طبعا. لا ما فيش حريه. والله شوفي، عشان يعني انا اجاوب لك بصوره ايجابيه، يعني المفروض ان احنا تحت حكم عسكري او شبه عسكري. الجنرال، الساده العسكريين، القاده العسكريين دول اصلا غير مؤمنين بان في حاجه اسمها حريه ولا ديمقراطيه، وفي تصريحات كثيره جدا ظهرت من ناحيتهم انه البلد لسه بادئ على الديمقراطيه، وان ما فيش مكان للحريه من اول جمال عبد الناصر لغايه عبد الفتاح السيسي. هو الراي الواحد، الاعلام الواحد، الصوت الواحد، فبالتالي ما فيش حريه خالص في البلد. لا ما هو الجنرال السيسي يعني ما بيطلع بره يتكلم للعالم الاخر سواء في الامم المتحده او الزيارات الخارجيه بتاعته، هو دايما بيقلب الكف الجافه تماما. واذا كان عنده اختفاء قسري، ما فيش اختفاء قسري، في قتل خارج، في قتل خارج القانون. لا هو ما عندوش كده، هو عمره ما قال ان، طب هو هل ذكر ان هو عنده اكثر من 40,000 معتقل داخل السجون المصريه؟ هل اعترف بحالات القتل اللي تمت اللي قامت بها الشرطه او الجيش عموما قبل المدنيين؟ لا هو دايما، هو حتى طالع بيقول ان احنا عندنا 5 مليون لاجئ، هو عايز يبتز العالم الاخر عشان ياخد تعويضات، لان الدول اللي هي بتقوي اللاجئين بتاخد تعويضات. الحريه اصلها يعني ليها انا في وقت معين، في وقت معين يعني الحريه بتبقى الوقت مش حريه كامله، لكن انا مع انها ما تبقاش كامله دلوقتي. في وقت معين لازم يبقى فيه شويه حزم عشان نقدر نعدي من المرحله اللي احنا فيها. اه فيه مساحه حريه في البلد. في مساحه حريه في البلد. في مساحه حريه للتعبير عن الراي، للطرق المشروعه، ما دام لم يتعارض مع الصالح العام او الامن القومي، او من حق كل انسان ان يعبر عن رايه. لا ابدا. فين الحرية دي؟ وانت شايف اللي بيتكلم بيقول عليه لا اخواني لا ارهابي، وبيتحط في السجن وياخدوا عليه ان هو مختطف وكده، وما تعرفلوش دي ولا طريق. فين دلوقتي اللي بيتكلم؟ قولي كده رايك في اي حته ولا اي واحد فهيتمسك. ما انت بتقول رايك. انا بقول رايي في الخفه، لو حد شايفني، لو حد شافني هيمسكني. لا 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 لا، في دكتاتوريه ما بيحافظش على حقوق الانسان، الكلام ده كله كده. هقول له انت مش ماشي صح، لانك مش عادل. اللي انا شايفه انك مش عادل.